بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين عيد الأضحى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. يحتفل المسلمون بأحد أهم شعائر الإسلام، وهو العيد الذي جعله الله تعالى يفيض بالبهجة والسرور. فهو يوم عظيم مبارك وذو شرف بالغ ومنزلة رفيعة، وقد جعلت له في الشرع الحنيف العديد من المستحبات والأعمال، منها الأضحية بما أمكن من الأضاحي، وهي سنة مؤكدة. وقد أجاز الشرع على هذه السنة المؤكدة الحسنة لمن لم يتمكن من أدائها في أول يوم العيد أن يقدم أضحيته فيما بعده من الأيام، وذلك لمواساة الفقير وإعطاء المحروم وصلة الأرحام وتكريم الجار وإقراء الضيف. فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها. وروى الصدوق أنه جاءت أم سلمة عليها رضوان الله إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي. فقال: استقرضي فإنه دين مقضي. وفقنا الله وإياكم جميعا لمراضيه ولكل خير، ونسأله القبول كما نسأله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.